احنا من اكثر الشعوب اللي نتفنن بتحضير لحم الحاشي، ونحضره بالعاده بالوان واشكال مختلفه. راح نعمل منه ساندويتش الكاتسو الياباني، واليوم راح نحضره بلحم الحاشي. ايش رايكم؟ خلينا نبدا على طول. بما ان عندنا لحم لازم نبدا دائما بالتتبيله. التتبيله عندنا راح نستخدم فيها ثوم وزنجبيل. راح ناخذ 3 فصوص ثوم، نفرمه فرم ناعم. طبعا اهم شيء دائما نشيل الجزء اللي فوق هذا من الثوم، الراس. بعدين راح نفرم الثوم فرم ناعم. اتوقع فصين ثوم راح يكفينا، ما نبغى طعم الثوم يكون قوي معنا مره. التتبيلات الاسيويه يحبوا يستخدموا الثوم، الصويا صوص، في زيت السمسم. الزنجبيل ممكن نقطع شرائح نحيفه او ممكن نفرمه فرم برضو ناعم. بعدين راح نخلطها كلها ببوله مع باقي المكونات اللي عندي. راح ناخذ البول بنشتغل عليها، ضفنا الثوم مع الزنجبيل، راح نضيف عليه الصويا صوص. بعدين راح نضيف عليها زيت السمسم، زيت السمسم ترى طعمه قوي مره، لازم ما نحط منه كثير. في ناس اللي ما تحب الملح كثير مو بلازم يحطوا ملح، انا احط رشه خفيفه، احب الاكل يكون في نكهه ملح دائما، مع رشه فلفل اسود خفيفه. في عندي هنا فتوغراشي، فتوغراشي اللي هي البهارات الخمسة اليابانية، طبعاً مشهورة في اليابان، يستخدمونها طبخات كثيرة. راح أحط منها شوي، طعمها حار شوي سبايسي. باقي المكون الأخير للتتبيلة راح نضيفه اللي هو السكر البني. طبعاً السكر البني راح يوزن ملوحة الصويا صوص اللي حطيناها، يعني بالعادة تكون جودته عالية، يكون متماسك مع بعض مرطب كذا، هذا يكون من أفضل أنواع السكر البني. خلاص كذا صارت معي التتبيلة جاهزة، أهم شيء نخلطها كلها بالكامل، تأكد إنها ممزوجة. بعدين راح نبدأ نشتغل باللحم اللي عندي. يعني ريحة زيت السمسم مع الزنجبيل والثوم شيء خطير من الآخر. طبعاً أهم شيء لما نشتغل باللحم لسه باقي الكاتنج بورد هنحط عليه خضار، فما أبغى أستخدم نفس الكاتنج بورد. اخترنا إحنا خاصرة لحم الحاشي. خاصرة لحم الحاشي اللي هي في تندر لوين، ما يكون فيها، ما تكون قاسية. بالعادة لحم الحاشي يكون قاسي مرة وياخذ معنا وقت في طبخ 4 أو 5 ساعات. هذه القطعة تكون طرية مرة، ما تاخذ معنا إلا 4 أو 5 دقائق تكون جاهزة. ناخذ 4 تقريباً قطع لأنها شوي سميكة معي وصغيرة، أبغى أخليها بشكل أوسع، فراح نضربها في المطرقة عشان تطريها أكثر وما تاخذ معنا وقت في الطبخ. نروح للثانية. يعني الحين صار معي جاهز زي ما تشوفوا، راح ننزله بالتتبيله ونخليه في التتبيله شوي كذا لما تاخذ النكهه بالكامل. واذا عندكم وقت تحضرونه منه بقبل يفضل تحطوه في التتبيله ونخليه في الثلاجه ياخذ النكهات بالكامل. بس هذه راح نخليها على جنب شوي. هذه خلاص صارت معنا جاهزه، وكمان هذا راح نخليه على جنب. وعندنا السنام، في سلام الحاشي اللي هو الدهنة هي اللي راح نحمر فيها اللحم لأنها بتعطينا نكهة جميلة جدا. طبعا الصوص عندي راح نستخدم فيه زبدة، بالإضافة إلى أنواع المشروم اللي عندي، مشروم بني ومشروم الأبيض اللي هو اللوكل ويسمونه بوتون مشروم. راح نشيل القمع اللي تحت، راح نقطع شرايح. هذه كان بس هذه حبة صغيرة، خلنا ناخذ حبة أكبر كذا. قطعها شرايح. راح أرش عليه ملح هنا عشان أول ما ينزل بان، يعني ما أبغى يطلع موية بسرعة. في البان هنا ممكن نستخدم زبدة أو ممكن نستخدم زيت، أنا راح أحط زبدة معه صراحة. بالعادة الكاتسو يستخدموا معه ترفل، ترفل اللي هو متعودين عليه، الترفل الإيطالي، الترفل الفرنسي، احنا راح نستخدم فقع سعودي صحراوي، فعلى اساس انه يكون توست حلو ويعطي نكهه حلوه. راح نقطع برضه شرايح، نتاكد ان الزبده ما تحترق معي كامله. اذا بدا يصير لونه بني شوي خلاص هذه المرحله ممتازه، راح نحط كل شيء، المشروم والفقع. وكمان اذا حبينا نعطي نكهه زياده في الصوص ممكن نحط شوي من السلام.
قطع صغيرة مرة، راح تعطينا نكهة حلوة يعني معه.